الحسد المذموم هو كراهية نعمة الله على الغير، كراهية نعمة الله على الغير، أن يرى العبد على أخيه نعمة في بدنه، نعمة في عافيته، نعمة في أسرته، نعمة في علمه، فيكره هذه النعمة له. ومن فعل هذا فقد حسد، وهذا الحسد على أربع مراتب، بعضها أخبث من بعض، فأدناها أن يكره المسلم نعمة الله على أخيه ولا يتمنى زوالها، لكنه يكره وجودها عند أخيه، هذا حسد وحرام يأثم به الإنسان، وهو ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. وأما المرتبة الثانية فهي أن يكره العبد نعمة الله على أخيه المسلم ويتمنى زوالها عنه لتنتقل إليه، فهذه أخبث من التي قبلها، لأن هذا يكره النعمة التي أنعم الله بها على أخيه ويتمنى أن تزول عنه لتصيبه هو. وأما المرتبة الثالثة فهي أن يكره العبد نعمة الله على أخيه ويتمنى زوالها، لا لتصيبه وتنتقل إليه، وإنما يتمنى زوالها عن أخيه، وهذه أخبث من التي قبلها، لأنه هنا يكره نعمة الله على أخيه وهذه ظلمة، ويتمنى زوالها وهذه ظلمة، ثم إنه لا يتمنى زوالها لمصلحة ترجع إليه، وإنما يريد زوالها عن أخيه، فهذه أقبح من التي قبلها. وأما المرتبة الرابعة وهي أقبح المراتب في الحسد، فهي أن يكره العبد نعمة الله على أخيه ويسعى في زوالها، فيبذل الأسباب ليزيلها عن أخيه، فهذا لم يتمنى زوالها بل أقصى من ذلك وأبعد، يسعى في زوالها عن أخيه، كأن يسعى في أخيه عند المسؤولين، ولا غرض له إلا أن تزول عن أخيه النعمة، وقد يكذب على أخيه من أجل أن يشي به عند المسؤولين لتزال عنه النعمة، وهذه أقبح مراتب الحسد وأشدها حرمة، وهي من كبائر الذنوب العظمى.